السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. اليوم ان شاء الله كنوجد الفطور، لان كيف ما كتعرفوا الاكثريه كيصوموا شوال، ومضطر عندي صايم 6 ايام ديال شوال. داكشي علاش جيت كنوجد الفطور هنايا نبارطاجي معكم لا سوب. في واحد البرمه درت معلقه ديال الزبده، ضفت خيزو مقطع، المهم ما توحلوش مع التقطع كيف ما قطعتوه. درت البطاطا، درت اللفت الابيض، درت كذلك هنايا الكورجيت، درت البصله. بالنسبه للبصله درت مطيشه ودرت البصله، درتهم بجوج، درت البورو ودرت كذلك البصله العاديه. الخضر اللي عندكم ديروا، انا هادشي اللي كان متوفر عندي راه درتو. المهم شوفوا نتوما الخضره اللي كتبغيو تاكلو، نوع الخضره اللي كتبغيو تاكلو، والخضره اللي متوفره عندكم ديروه. صافي كندير الكل في الطنجره، كنزي هنايا اللي عندي كنسم به. هنايا خديت تقريبا واحد 6 د الحبات ديال الكروفيت غريز، هي اللي ضفت طلعت طريه. كندير شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، راس المعلقه ديال الخرقوم غير باش تعطيني شويه داك اللون. ثومه الا عندكم الثومه صاينه ديروها، انا عندي الثومه بودر هي باش قضيت. شويه ديال القزبر يابس، عندكم كذلك الربيع بيتو تضيفوه، ضيفوه اللي ما كيبغيش يبان. تقدروا ديروه هكاك صاين، تعقدوه وتلوحوه تيطلق البنه ديالو. المهم كيبقى لكم الاختيار. انا هذاك الشيء اللي متوفر عندي هو اللي درت، وكتجي به بنينه. وكندير هنا بما انني نسمت بالكروفيت، غادي ندير راس معلقه ديال العطريه ديال الحوت. المهم عندي الدجاج كنديرو، عندي لاضانت كنديرو، عندي اللحم كنديرو. عندكم غير العظام ديال الدجاج ولا العظام ديال اللحم ديروهم، يعني اللي توفر ديروه، اللي ما توفرش عندكم وبغيتو ديك البنه تقدروا ديرو ضامات البنه. انا هذيك كنحاول نيفيتي لو ماكسيموم بوسيبل بحال هذوك الحوايج. صافي هكا كنحاول نحرك الطنجره باش الخضره كلها تلبس بالعطريه اللي كاينه، وكنردها فوق البوطه، كنزيد لها الزيت البلدي كيف ما شفتوا، وكنردها فوق البوطه كنخليها تشحر. ما ضروري هاد القضيه باش تجيكم لا سوب بنينه. مع العلم الناس اللي دايرين الريجيم ايفيتيو انهم يشحروا. هنايا غادي ندوز نصايب البيتزا. هاد لاصوص البنات كنت ديجا بارطاجيتها معكم، وهنايا غنرجع نعاود نقول لكم غزاله رائعه، احسن صوص جربت في حياتي هي هادي تابيس. الا لقيتوها خدوها، كتجي الباكيات صغار اولا كتجي هادي 800 غرام. هنايا البيتزا الناس اللي متبعيني كيعرفوني انني البيتزا ديال الدار تنحماق عليها بالطن، كتعجبني بزاف. وبالنسبه للمكونات اللي كندير بصله كنشحرها، كنقطعها طويله كنشحرها، كندير الطون، كندير كذلك شامبينيون مشحرين، كندير فيهم شويه الملح، شويه البزار، وشويه الثوم بودره. صافي والفرماج والموتزاريلا والايطام. طريقتي ديال البيتزا ديما كنبارطاجيها معكم، كندير لاصوص، اون فوا كندير لاصوص كنتبعها الموتزاريلا، عاد كندير باش ما بغيت نعمرها كنديرو من الفوق، كندير شامبينيون هما الاولين، عاد كنجي كندير فوقهم الطون، وكندير الزيتون كحل. لا يا ربي، من بعد الموتزاريلا كندير، عفوا كندير البصله، عاد شامبينيون، عاد الطون، عاد كنجي كندير ديك الساعه الفرماج الايطام. وحاجه اللي غادي نوصيكم عليها البنات، بالنسبه للبيتزا كونوا سخيين في الفرماج، لان دائما البيتزا هي الفرماج، لا ما كانش الفرماج كتير ما غاديش تجيكم البيتزا زوينه. المهم من بعد ما شحرت تشحرات الخضره مزيان، وها نتوما الكروفيت اللي كيكونوا غريز باردون كيوليو غوز. صافي هنايا غادي نجي نبلل. بالنسبه للمرق خديت دوك القشور ديال الكروفيت درتهم في الماء تغلى مزيان، هما باش غادي نمرق لاصوب ديالي باش يزيد طلق عندي البنه اكثر. كي قلت لكم ما كانش عندكم نتوما، راه الا درتو العظام ولا الدجاج صافي راه فيه الكفايه. صافي غادي نخليها حتى طيب، ما كتاخذش معنا وقت بزاف حيت الخضره دغيا. المهم القياس اللي غطيب لكم فيه الخضره. غادي نجي نكمل البيتزا ديالي باش ندخلها للفران، نخليها ديجا كتكون لاباط عندي طيبه نص طيبه، دونك ما كتاخذش عندي وقت بزاف. من بعد ما طابت الخضره كنشدها كنطحنها وكنردها في الطنجره، وكنجي هذه الخطوه كتبقى اختياريه، ولكن صدقوني كتعطي فرق
كبير في لاسوبي ديالكم، غادي نجي نضيف ليها كريم فريش. انا هذه اللي كنستعمل الدانيكا هي حاليا من بين لي كريم اللي جربت، هذه جاتني احسن وحده، كنخليها حتى كتغلي صافي وكنقدمها. وكانت هذه هي الطبيله ديالنا ديال شوال لاسوب، تقدروا تقدموها مع الفروماج محكوك، كيبقى لكم نتوما الاختيار كيف ما تقدروا تخدموها هكاك هنايا. وتقدروا كذلك تزينوها بالكريمه هكا من الفوق، انا هكا كنبغيوها، كنفضلوها عاديه صافي. حطيت البيتزا، العصير درت ديال الباناشي، شويه ديال لي فخوي حطيتهم اللي بغاهم، المهم الاشياء البازيك، التمر وهذا باش كيكسر الانسان الصيام ديالو. هذه الكيكه ديال هنريس كانت عندي في الثلاجه، هادشي اللي بقى فيها قطعته حطيته. بتي بان انا راجلي ديما تنقول عليكم عزيز عليه، كيبغيه هكا في الطبيله ديال الفطور الا كان صايم مره مره. وهذا السيده اللي كناخد عندها ديما المحرشه والملاوي، وهذا عندها هذا هذا المسمن بليطو ديال الخضره بنين، خديته عندها صافي. كانت هذه هي الطبيله ديالنا البازيك، انا كتعرفوني ديما تنقول عليكم كنديروا حاجه مالحه وحاجه حلوه، هذا هو فطورنا سواء في رمضان اولا في ولا في شوال، المهم فطور الصيام. ومن بعد ما ساليت الفطور ولا ما سالو هما الفطور، حنا غير مزاحمين معاهم انا وبنتي الصغيره، جيت جمعت الكوزينه، جمعت الروينه، درت واحد الطبينه في لاماشين، وكذلك خدمت لافيسيل. المعلم ما داروش في لافيسيل، غسلتهم وخليتهم تسقطرو بين ما جففت وجمعت الروينه ومسحتهم، ما كنبغيش نصبح الكوزينه مرونه. وهنايا غادي نجي نبارطاجي معكم واحد البرودوي اللي دايره ضجه وتتباع بثمن كثير، هنا راه تيبان لكم الشرجم ديجا الظلام، داير الثمن في السوق اكثر، غالي شويه في الثمن ديالو، جيت نبارطاجيه معكم. صايبوه في الدار، مكونات بسيطه، مكونات موجوده في اي بيت بالنسبه لي انا كنظن، حتى الحوايج اللي ما كاينينش عندكم حاولت هكا باش نعطيكم البدائل ديالهم. بالنسبه للمنتوجات اولا لي برودوي اللي غادي نحتاجو، كاين ماء ورد، الماء الورد البنات خصكم تعرفوا عندما كتاخذوه الماء ورد نهائيا ما تاخذوش هذوك اللي تيتباعوا في السوق مع 5 دراهم 7 دراهم هكا تقريبا الثمن ديالهم، تيكونوا ديال قلعه مكونه، هذاك راه نهائيا ماشي ماء ورد، وما ننصحكمش سورتو الناس اللي كيديروه لوجههم، بعدو منو بعدو منو، راه ما ورد ما حتى حاجه، هذاك ما ورد سوا تصايبوه راسكم. راه كاينين طرق عديده في اليوتيوب كيوريوكم الطريقه كيفاش غادي تصايبوه، راه ساهل تصايب ديالو، اولا تقدروا تشريوه عند الناس اللي كتثقوا فيهم وكتعرفوهم انهم تيبيعوا مواد اصليه، مواد هكا مخدومه على اليد، خصوصا دابا راه كاينين التعاونيات وكاينين هكا ناس اللي دايرين لي برودوي ديالهم كوزميتيك، تبارك الله راه موجودين، يعني هادشي تقدروا تاخذوه عند بحال هاد الناس، اما باش تاخذوه في السوق واجد او لا عند سيرتو عند الناس ديال 5 دراهم ما ننصحكمش نهائيا، راه هنايا كنهضروا على الوجه البنات، الوجه راه شي حاجه خطيره، ما نجيوش ونديروا ليها اي حاجه. وهذه دائما تنقولها لكم، انا بالنسبه لي برودوي كوزميتيك سيرتو بحال هاد المسائل هادو بحال الزيوت بحال الماورد كناخذهم سواء عند واحد السيد كاين حدايا حدا الدار عنده هو تعاونيه، غير نسيت على سميتها، حتى هو كيجيب هذا الشيء اصلي، اولا كناخذهم عند ماتي كوزميتيك حاليا، زعما هادو هما الناس اللي انا ثقه فيهم وعارفاهم انهم كيبيعوا لي برودوي اصليين، انا كنهضر لكم على بحال المورد وهذا. وكاينين كذلك كي قلت لكم دي برودوي كيتباعوا في الفارماسيان، ولكن انا كنفضل بحال الزيوت يتخادوا عند التعاونيات، لان كاين شويه الهضره على الزيوت ديال لا فارماسي، والله اعلم اللي سمعت انا كيولي كاودي كاين كيزيدوا فيهم الويلد بارافين. مهم هنايا اول حاجه غادي نجي ناخذها، كي قلت لكم هذا ماء ورد مقطر خديته عند ماتي كوزميتيك، حاجتي فيه انا نعطيكم هاد الكميه، هادي انا هاد القدر هو اللي كنصايب دائما، حتى تيسالي ليا وتنعاود نصايب واحد اخر، تقدروا تدوبلوا الكميه كيف ما تقدروا ديروا النص ديالها، ولكن نقول لكم البنات هاد الكميه راه كتدي لكم بزاف مده كبيره، ما تحتاجوش زعما ديروا كميه اكثر، تقدروا كاع الناس اللي بيجربوا اول مره ديروا نصف الكميه اللي غندير انا،
المهم هنايا سمحوا لي طولت عليكم، ولكن راه كنحاول نعطيكم جميع المعلومات باش هكا تجيكم الحاجه مقاده. هنايا كي قلت لكم خديت 2 معالق كبار ديال الماء ورد، غادي نضيف ليه هنايا زيت الجليسيرين. ونعاود نقول لكم زيت الجليسيرين حتى هو ما تاخذوش هذاك اللي في السوق، راه لا علاقه. هنايا نخت في خديت هذا عاوتاني حتى هو وخذا عند ماتي كوسميتيك. غادي ندير 3 نقاطي ديال الزيت هنايا. علاش كنضيفوا هذه الاضافه زيت الجليسيرين؟ باش كيعطينا شويه ديال الترطيب. انا الا درتوه بوحدو كيجي شويه ناشف، جربوه بزيت الجليسيرين كيفرق بزاف. وما تكتروش ما تكتروش الزيت، كنعاود ناكد عليها انا. واخا انا راه تخوى ليا شويه اكثر من 3 نقاطي، ولكن دائما حاولوا ديروا في 2 معالق ديال ما ورد 3 نقاطي فقط ديال الزيت الجليسيرين. هنايا خديت العكر الفاسي، هذا العكر الفاسي جابته لي واحد الصديقه ديالي كنشكرها على اللي خطيها. كتاخذوه هي عند واحد السيده، قالت لي هاكي جربيه، هي مجربه وعاجبها، قالت لي هاكي جربيه، هذا عكر فاسي حر اصلي، اول مره هنخدم به انا. داكشي علاش خديت شويه وحاولت هكا ناخذ الغطاء ديال البواطه ديالو وحطيته فيها، وهكا بحال دقيته شويه بالرصد المعلقه، وعاد كنزيد وكنخلط. بالنسبه للناس اللي ما توفرش عندهم العكر الفاسي، تقدروا تضيفوا الملونات الغذائيه اللي تتكون ليكيد او لا جيل، حتى هي راه زعما ما خفتوش منها والو، راه كناكلوها كاع في كرشنا فما بالك في وجهنا. صافي وكتبداو تخلطوا حتى كتحصلوا على اللون اللي بغيتوا، كتضيفوا شويه بشويه. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يكونوا فيه الريحه زوينه، تقدروا تزيدوا عاوتاني ليغو ديال الطبخ، بحال المنكهات الصناعيه ديال الحلوه. بون البنات، البرودوي اللي صايبت معكم ها هو، شديتو ودرتو في هذه القرعه. من الاحسن الا كانت عندكم شي قرعه هكا مضركه ماشي ترونسبارونت، من الاحسن وتكون بيبيت، سينو ما لقيتوش ديرو غير شي حكيه كي عندكم وتبقاو تهزوا البرودوي غير بالكوتون تيج او لا اي حاجه عندكم. ولكن انا كنفضل لي برودوي نديرهم شي قرعه ماشي شفافه. كان عندي هذه القرعه ديال فيتامين سي وبيبيت، صافي فيها خير، شديتو درتو فيها وخلطتو مزيان. فاش تزيدو ديرو هنايا خلطوه مزيان، كي قلت لكم كتبقى الكونتيتي او لا لا دوغري ديال العكر الفاسي كيف ما بغيتو. غير واحد الملاحظه نعطيها لكم، حيت انا فايت ليا مجربه بهذا الملون الغذائي. الملون الغذائي ديرو غير شويه راه كيعطي هو دغيا اللون. بالنسبه للعكر الفاسي راه كيبان لكم اللون مغلوق، ولكن راه اون فوا تتابليكو وتيتسرح راه ما تيبقاش مغلوق. بحال دابا مثلا غنوريكم انا، تيبان لكم في البيبي تيبان لكم حمر بزاف، ولكن راه هو في الاصل ماشي حمر بزاف. انا غادي نخدمو قدامكم، كنجي كنديرو هكا وكنكتروش كندير وكنبدا واحد القضيه ضروري لي ليفغ ديالكم اولا الفم ديالكم يكون ديجا دايرين ليه الكوماج ونقي، حيت هو راه الا درتوه كيدخل بين دوك سميتو التشققات. يلاه ما يزيد يبان لكم الفم ديالكم مشقق اكثر، وما تكتروش الزيت فيه، الا كترتو الزيت فيه ما غايشدش ليكم. انا الغلط اللي دايره ديجا لي ليفغ ديالي مضغطين، حيت من بعد ما توضيت ولا توضيت كنضغط انا الوجه ديالو في مي، ما كاينش فيا دغيا، داكشي علاش ما غاديش يشد ليا مزيان. المهم غنوريكم في الحنيكات، الحنيكات ديالو هي نقيطه ما تفوتوهاش، واللون اللي كيبان لكم في مي راه مازال غادي يتسرع. نتوما شفتو راه ساهل في لابليكاسيون ديالو، وانتوما كي قلت لكم كتحكموا بالدرجه ديالو. انتوما شوفوا صباعي، شفتو تيبقى لكم حتى في الصباع، صافي كتحكموا فيه. والله البنات الا تيعطيكم واحد النظره في الوجه ديالكم والفم ديالي راه بطبيعه الحال راه ما غاديش يبقى هكا واحد شوي. هنايا البنات سمحوا لي طفات لي الكاميرا، كي قلت لكم ملي كديروا سورتو بالعكر الفاسي ما حدكم جالسين، ما حد اللون ديالو تيزيد يفتح حتى تيعطيكم داك اللون غوز. غير واحد القضيه نوصيكم بالنسبه للناس اللي كيديروا الغوجا ليفغ موراه، ردوا البال راه غادي يزيد اللون ديال الغوجا ليفغ يبان فونسي اكثر.